بقول له ده حقنا، ما تخافش روح. ماشي ماشي. كل شهر وانت طيب يا استاذ. هو مش المفروض كنا نقبض برضه امبارح؟ كان مفروض يا سيد، بس زي ما انت شايف على ايدك، يعني وشك الحلو ووش سعد انت وصاحبك اهو، مفيش فلوس اعمل ايه؟ على فكره يا استاذ دولا، انا لسه قايل له نفس الكلام ده، اصبر شويه هيما، الاستاذ هيقبضنا وهو زي الفل. يعني احنا بقى هنقبض الاسبوع ده بقى ولا لا؟ الاسبوع ده ممكن على اخره مثلا اتصرف لك في نص المرتب ان شاء الله. طب والنص التاني؟ النص التاني ممكن اديك بيه شويه سندوتشات، او منها انت تاكل ومنها انا استنفع يعني. بس انا بحب السندوتشات ديت، وبعدين بقى السندوتشات دي انا بحبهاش. وانا اعمل لك ايه؟ مش انت اللي بتعمل السندوتشات دي؟ اكيد طبعا مليها زباله. غور ياض من وش، غور من وش ياض. صباح الفل يا دوله. اهلا اهلا. ايه مالك؟ الحزن رامي هلبه على وشه وغرقان في بحر الاحزان. ايه يا عم انت داخل على سفينه؟ خفت عمى معلم تيتي خير. اذ ربما انزعلت مني. صح، عيب عليك، ده انا بضحك معاك، وبعدين احنا اخوات، ما بيننا عيش وطرب. ايه مالك؟ حال نايم قوي يا تيتي. طبعا واضح، بس هل بات تفتكر لماذا؟ مش عارف، واضح ان الازمه الاقتصاديه دي مش ازمه اقتصاديه، دي ازمه غذائيه، والناس النهارده بقوا مشعرهم ليه تاكل سندوتش لما ممكن تطفح في بيتك. ايه ده، انت حالتك صعبه. هي حالتي ميؤوس منها لدرجه ان انا معيش فلوس اقبض الاثنين اللي معايا، انا بفكر ارفدهم يعني. اذا انا عندي الحل. ايه الحل يا تيتي؟ تاخد هيما وميزو يشتغلوا عندك لغايه ما الناس ترجع تاكل سندوتشات وترجعهم لي. والله حل كويس قوي يا تيتي. حل كويس ده ايه؟ ده حل وسطي. انت تعرف محل العطور اللي جنبي؟ محل العطور بتاع الست اللي اسمها عنبر بنت الحاج مسك. تمام يا ابو ياسمين، الست عنبر دي اتجوزت واحد من المغرب وسافرت معاه على تونس. من المغرب وسافرت تونس؟ اكيد عملوا الفرح في ليبيا بقى. المهم المحل ده دلوقتي مقفول وزبونه موجود، اسمع مني وافتح انت المحل ده. ايوه تيتي، بس دي شغلانه لوحدها يعني، انا ما بفهمش فيها. طالما بيكسب يبقى لازم تفهم فيها وتشتغلها. اسمع مني، انا عارف الراجل اللي كان بيجيب لها البضاعه وهخليك تقابله. ايوه تيتي، انا عشان اشتغل شغلانه جديده زي دي وابدا صح لازم يبقى معايا فلوس كتير. ولا يهمك، احنا اخوات، انا معايا 4000 جنيه ماشي بيهم نفسك، وما المساله تشتغل معاك يبقى ردهم لي. ايه ده، معقوله المعلم تيتي بنفسه بيطلع فلوس من جيبه؟ ده انت القرش بيطلع من جيبك يعني؟ ايه يا خبر، والله مش عارف اقول لك ايه. الجدعانه دي، ايه الحلاوه دي، ايه الاخوه دي؟ قبل الكلام خد الايصال ده، ايصال امانه، امضي لي عليه قبل ما تستلم المبلغ. ايه ده، هتمضيني انت؟ مخوني ولا ايه يا تيتي؟ احنا اخوات، والمثل بيقول اذا كنت اخوات اتحاسبوا. ايوه المثل بيقول اتحاسبوا مش امضوا، وبعدين دول ناقصين 50 جنيه. يا اهلا وسهلا يا معلم ورد. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. انا بجد يعني عرفتك لوحدي من غير ما تيتي يقول لي، عرفتك من ريحتك يا معلم. انا جبت لك كل العينات وانت تختار زي ما انت عاوز، بس المشروع ده هيكلفك كتير. هيكلفني زي ما يكلفني يعني؟ انا عامل حسابي على 4000 جنيه. ما ينفعش، على الاقل 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه من غير ما تبص؟ امضي الاول يا اخويا. انت عامل حسابك على وصل الامانه؟ ماشي يا معلم تيتي، وادي امضيت يا سيدي. الصنعه دي عايزه واحد ذكي وبيفهم ولسانه حلو وريحته حلوه بين الناس. طب انت بتزعقني ليه؟ لعلمك كل المواصفات اللي انت بتقول دي عليها يعني موجوده عندي الحمد لله، وبالنسبه للريحه بص بص ريحتي عامله ازاي بين الناس. مش لازم اشم، فهمت قصدي؟ طبعا فهمت. انا حاسس يا معلم ورد انك انت بتتكلم عني انا بالذات، وخصوصا في الحته بتاعت ذكي وبيفهم دي يعني. الريحة دي نوعين، خام وتركيب. وما هو الفرق يا ورد التجار؟ الخام خالي من الكحول. واكيد بقى التركيب خالي من الكوليسترول. هي ده، التركيب محطوط عليه كحول ومثبت. وطبعا المثبت ده غير مثبت الشعر، ده غير الجل، ما تفضحناش يا تيتي. العطور انواع واذواق. الله الله، وشكلك فاهم والله يا معلم ورد، ده ايه الحلاوه دي؟ طب لو سمحت والله اديني من كل نوع كيلو ونص بعد اذنك. كيلو ونص ليه؟ بنبيع جوافه؟ ده بيتباع بالجرام. طب معلش يا معلم، فهموا حكايه التركيب دي، ده صاحبي وانا عارفه، واديك شايف مديله فلوس ومضيع الاصالات امانه، واذ ربما ما يرجعهمش اقدم له النيابه. والله غلط يا اخويا. طول عمرك اصيل يا معلم تيتي. ده معيار، تحط فيه شويه زيت على شويه كحول ومثبت، وتقلب جامد قوي وتكز على اسنانك وانت بتقلب، وبعدين تصبه في الازازه. حلو قوي حلو قوي، ده كده بقت سهله قوي. طيب حضرتك يعني ايه بقى النوع الكويس قوي اللي الناس بتحبه يعني من العطور، اسمه ايه وبكام يعني؟
ده نوع حلو قوي قوي كل الناس بتحبه، الجرام بجنيه، كل الناس بتحبه، اسمه سكيمو. سكيمو، سكيمو ده حلو قوي. يعني سكيمو ده على فكرة عطر شتوي، يعني تلبسه في الشتاء ما يجيلكش برد ابدا. وده نوع بجنيه وربع الجرام، كل الستات بتحبه، اسمه باي باي. باي باي ده اكيد بقى عطر الوداع يعني. ده كتالوج فيه اسماء العطور كلها، تعال وخد اللي انت عاوزه. حاضر حاضر، هاجي هاجي طبعا. يعني معقوله ما اجيش؟ ولا ميزو، انا عايزك تحط كولونيات الحريم لوحدها والرجال لوحدها، انا مش عايزك تخلطهم ببعضيهم عشان ما تعملناش مشاكل والنبي. عينيا يا استاذ دوله. هلا استاذ دوله، هي الريحه اللي اسمها ويك اند دي حريمي ولا رجالي؟ ويك اند دي حريمي ورجالي في نفس التوقيت، بس دي ما بتتباعش غير في الاجازات بس. ها، فهمت. هلا يا استاذ دوله، انا عايزك تروح على المحل وتطمن على الواد هيما، انا حاسس كده ان هو بيلعب في الحسابات. يا سلام على قلبك الحنين، بيلعب في الحسابات ولا انت عايز تدي اي زومبا وخلاص؟ بونجور، مش ده محل الست عنبر؟ هي فين؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، منور المحل صراحه. يعني هي الست عنبر اعتزلت، يعني اقصد اتجوزت يعني وسابت المحل. اتفضل اتفضل. انا حضرتك خدت منها التوكيل، التوكيل بتاع كل الكولونيات الشرقيه والغربيه والمنوفيه والاليوبيه. ماشي يا سيدي. طب الاقي عندك عطر اسمه جاز؟ لو موجود اديني الفرنساوي منه وحياتك. لا، الجاز ده منعوه عشان قابل للاشتعال. وبعدين حضرتك يعني معقوله جاز تمشي في البيت كده ريحتك جاز؟ يعني هيقولوا الناس عليك ايه حضرتك؟ انا عندي نوع تاني حلو قوي. بص حضرتك، ويا ترى اسمه ايه النوع ده؟ ده اسمه سيب. سيب؟ لا حضرتك، هو مش سيب وانا سيب يعني. لا حضرتك دمك خفيف قوي. لا هو اسمه سيب، والشعار بتاعه سيب للراجل الحبيب. ميرسي على ذوقك. طيب اجربه، اخد ازازه تكون فئة 20 ملي جرام. 20 ملي يا راجل، دي تخلص منك قبل ما تروح البيت حضرتك. انا دي زيادة بكتير قوي يعني حضرتك، وسعرها رخيص جدا، دي ب50 جنيه بس. ماشي. وحضرتك نورتنا عموما، اديك عرفت المطرح في اي وقت، اي كلونيات عايزها انا تحت امرك يعني. ماشي، شكرا. العفو، مع الف سلامة، مع الف سلامة، مع الف سلامة، مع الف سلامة. هاي شفت زبطت الزبون ازاي؟ لا الله عليك يا استاذ دوله. الله، انا شويه شويه كنت هشتري منك ازازه. لا تشتري ايه؟ لا انت ما تشتريش، مع القبض بتاعك اللي جاي هبقى اديك رشه هديه. سلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بريحه الحبايب. اتفضل يا بلدينا، اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تحت امرك. خير؟ بيني وبينك انا مفهمش في الكالونيا والاسانسات والكلام الفارغ بتاع النسوين بتاعكم ده. بتاع النسوين بتاع؟ ماشي يا سيدي، ده كله من ذوقك. خير؟ انا عايز كالونيا لما احطها والدلدل بوسط من الشباك الحريم هتزغرط. اكيد هيزغرطوا، هيفتكروا انك انت هتقع من الشباك يعني. عناية ليك يا بلدينا. خد بقى نوع الكولونيا دي وشوف وادعي لي. اسمها ايه دي؟ دي اسمها شم براحتك. وبكام الحج ده؟ الحج ده يا سيدي عشان خاطرك انت بس، عشان انت زبون لاول مره ب40 جنيه، لكن لو انت زبون من قبل كده ادولك ب30. هي دي جدعانه ولاد البلد ولا بلاش؟ هات يا سيدي. وعموما عديك عرفت المطرح، في اي وقت تنورنا يعني. ماشي ماشي يا بلدينا، مع الف سلامه، مع الف سلامه، مع الف سلامه، مع الف سلامه. هاي ايه رايك يا فيزو؟ الله عليك يا استاذ دوله، عيني عليك بارده. ايوه اهم حاجه تكون بارده. ومكافاه ليك يالا، عشان انت وشك حلو عليا يالا، هديك رش الكولونيا مجانا. ها ايه رايك؟ انت ايه غمضت عينك؟ ايوه طبعا. لا يالا فتح يالا، انت عارف الكولونيا دي اسمها ايه؟ ايه؟ فتح، ما تخافش. بتعد الفلوس وانت متضايق ولا دي دموع الفرحة؟ لا وانا متضايق. بص يا رانيا، المكسب حلو الحمد لله وكل حاجة. بس المشكلة بقى ان المعلم تيتي قال لي ان الست اللي اسمها عنبر دي كانت بتكسب قد ده 4 مرات. طيب ما يمكن عنبر دي ليها زباينها. ما هو نفس المحل ونفس الزباين، بس اكيد في سر. ايه هو السر؟ معرفش. ايه هو السر يا رانيا؟ ايه هو وجدتها. السر يكمن في التاجر اللي بتشتري منه حاجاتها. برافو عليكي. المعلم ورد فعلا، مفيش قدامي غير المعلم ورد، هو اللي هيقول لي على السر. ما
بص بقى معلم ورد، يعني معلش انا عايز اعرف منك يعني ازاي الناس اللي بيشتغلوا في الريحه بيكسبوا كتير، يعني يا ريت تقول لي يا معلم. عرفوا يا معلم، اضربهم ما كسبش فلوسي مش هترجع لي، واضربهم فلوسي ما رجعتش هحبسه، وده ما يرضكش ولا غلط؟ شكلك كده عاوز تلعب على تقيل. انا العب على كل الاوزان، بس قول لي السر والنبي. انا حبيتك عشان كده هقول لك على السر. قول يا معلم والقلب دعيلك. اغلى حاجه في تركيبه الريحه هي الزيت، على قد ما تقدر قلل منه في المعيار. اقلل من الزيت يعني، واعمل ايه؟ احط مكان الزيت احط سمنه؟ سمنه ايه؟ زود في الكحول والمثبت. قول كمان يا بئر الاسرار. والجرام بدل ما يبقى بجنيه يبقى بجنيه. ان شاء الله بشلن، المهم اكسب. وايه المانع انك تزود تجارتك؟ شوية بخور على شوية عبايات حريمي على شوية عسل نحل. لا نحل ولا ضبابير، انا مش دافع فلوس تاني في المحل طالما فلوسي ما رجعتليش. طب انا هقول لك على حاجة حلوة. قول يا معلم، قول قبل ما المعلم تيتي يحبسني. قول انت تعمل تركيبة من 3-4 انواع وتنزلها في السوق وتكتب في دعايتك ان دي احدث العطور الفرنسية. هي دي الافكار والا فلا، وليك عليا هجيب لك زباين للتركيبه الجديده دي. يا سلام عليك يا معلم ورد، والله منك بستفيد. ايه الحلاوه دي؟ لا بص، انا هعمل تركيبه 3-4-5-6 انواع كده مع بعض وانزلهم واخلي مصر كلها تشم الريحه الجديده بتاعتي. بس خلي بالك، ايه؟ اوعى تعمل تركيبه اي كلام في اي كلام، والا تتقلب ضدك وتبقى مصيبه. دلوقتي بقى هنعمل الخلطة والتركيبة السحرية السرية التي سوف تعمل انقلاب في عالم العطور. بيبي هو لكن عندي سؤال استراتيجي، هو انت هتسميها ايه؟ انا عندي بقى افكارة جهنمة قد كده، انا نسميها بوركوا بارتي. بوركوا الناس هيقولولنا بارسيكي ومحدش هيشتريها. لا لا لا. طب في حاجة اسهل وحاجة بسيطة جدا، خلطة سناء. يا دي هتبقى خلطة وندمان عليها. هتسميها ايه بقى ان شاء الله؟ انا بفكر اسميها رشة بريئة. الله، ده اسم حلو قوي يا ابي. طبعا اسم حلو. دلوقتي بقى هحط شوية من المسك ده. انا كده فهمت يا عادل، انت عايز تعمل خلطة من المسك على العنبر فوق بعضهم. لا، مسك مع عنبر بيبقى اسمه مسك مت عنبر. لا انا بعمل حاجة تانية، بحط من المادة دي مع مادة تانية اللي هي بتاعت اسمها خليك في حالك. خليك انت في حالك، عمرك ما فضلت في حالك عشان كده بتعملها مصايب. قولنا بتعمل ايه يا استاذ؟ انا بعمل تركيبة اللي هتعمل انقلاب، انقلاب في العالم. انا بقيت صنايعي وفاهم انا بعمل ايه. والتركيبة دي يا سناء مش لعبة، دي كيمياء. يعني ها، ايوه كيمياء صح. فكرتيني بالمعادلة اللي انا طول الليل سهران عمال بعدلها، اعدلها يمين اعدلها شمال لغاية اما بقت معادلة. طب سهران بتعمل ايه يا خاطر الليل؟ سهران بعمل المعادلة يا ماما. لعلمك المعادلة عبارة عن ايه؟ شوية مسك مع شوية خليك في حالك على نص جرام منجنيز مع ثاني اكسيد الفوسفات البوتاسيوم مع حاجتين كمان وتلات حاجات. يا ابني دي قنبلة عطرية، هتفجر مين انت؟ ايه اللي جاب المنجنيز للعطر؟ ما هو ده الجديد يا ماما، هو ده الجديد. كيميائي يا بيبي. طبعا طبعا يا حبيبتي مخترع، ولك ان تفخري. بص بقى انا هو كده هو خلصت المادة كلها ومعايا 15 سنتي مع 27. ايوه. الو يا معلم تيتي، ايه جايب عريس وعروسة والمعازيم وكلهم عايزين يشتروا مني؟ لا لا لا، ده صوت الراديو بيعلى عندي هنا. لا ما تقلقش يعني. اوكي اوكي اوكي، ماشي يا سيدي، هات انت زباين عشان ارجع لك فلوسك. ماشي يا تيتي، مع السلامه. شفتي يا عادل؟ شفتي يا عادل؟ انا بقى متوثقه ان البارفانات دي هتنزل في الاسواقات كلها وهتعمل تكسيرات في الدنيا. طبعا يا حماتي هتعمل بقى ايه تكسيرات جامده جدا. ودي اول حاجه لرشه بريئه بحطها دلوقتي في الازازه في الازازه في الازازه، وكده دخلت كلها في الازازه. هنحط بقى الكباس وندخل. بيبي بيبي الازازه دي بتاعتي انا. بس كلكم هديكوا رشة بريئة، بس الأول هرش في الجو واللي يشقط يشقط. يلا 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 يلا. يا
دقوا المزاير يلا يا اهل. واحلى سلام للمعلم دوله، اكبر تاجر عطور في مصر. يا اهلا وسهلا بالمعلم تيتي، يعني ده كل ده من فلوسك يعني من ذوقك قصدي يعني. اهلا وسهلا. ده بقى العريس الاستاذ كتكوت. كتكوت ايه؟ ده مزرعه كتكوت. ودي العروسه الست نرجس، عايزين لهم بقى عطر علاقه كده على ذوقك. يا اهلا وسهلا، منورين يا عرايس. اتفضلوا اتفضلوا. معقولة يعني انت تقعد وتسيب العروسة؟ يا اهلا وسهلا. لعلمكم بقى انا هعمل لكم تركيبة عطر مخصوص تخليكوا اسعد عروسين في العالم كله. انا عايزة عطر يكون مش اي عطر. واو. يكون على اسمي نرجس. عندك اعتراض؟ لا طبعا حضرتك ما عنديش اعتراض، لكن عندي عطر جديد جدا اسمه رشة بريئة. مجرد ما تستعمل العطر ده الاستاذ كتكوت هيبيض من الفرحة، هيطير من الفرحة. اشمعنى؟ لان حضرتك العطر ده يعني مش اي عطر، العطر ده هيخليه يحس انه اسعد زوج، يحس انه هو اهم ديك في مصر كلها. واو. طب في منه رجالي؟ طبعا في منه رجالي، الاحمر رجالي، الاخضر حريمي. العطر الرجالي ده حضرتك لسه واصل من المانيا امبارح، مش كده لميزو؟ صح يا استاذ دوله، ده حتى لسه السفينه راكنه على اول الشارع. اوعى يكون واخدنا مخالفه ولا كلبشوا السفينه. هلا. لا اطمن يا استاذ دوله. سفينه انا عايزه 20 ازازه، خمسه ليا والباقي القرايب والمعازيم. يلا مع ان ما حد حوش بقى. وانا شرحه بالظبط. وانا واحده هديه منك يا دوله. وانا رشه بقى يا استاذ عادل. عايز رشه؟ يا سلام، عينيا يا لميز. يلا وقفاك كمان. ها حاسس بايه؟ انت عايش. انت واختراعاتك يا فاشل يا موكوس، جربتنا جربتنا. يا عادل رشة بريئه، يا عادل رشة بريئه، دي حرشه جريئه يا مفتري. يا والنبي والنبي تعالي ورشيني دلوقتي وكله كله من عمايل جوزك. رشي يا بنت يا بنتي، ما انا لسه هشارك من شويه، ارحميني. ماشي يا عادل، لما اشوفك يا عادل انا هفرجك يا عادل هفرجك. لا لا ما حدش يقول لعادل، ما حدش يقول له. سيبوني لغايه ما اشوفه هو بيدوق الهرش المر، واشوفه كده هو بيتقلى في الصاله زي السمكه في الزيت كده كده قدامي ويموت بناره. أيوة. ومليش حد يهرش، اياك حد يهرش ويموت بناره. اياك حد يهرش يا ما حط على راسي. يا جماعه مش كده يا جماعه، بقى اقفوا طابور بقى وخلينا منظمين في الهرش. اللي ورا يهرش للي قدام. يا سلام يا اختي، واخر واحد في الصف ده مين اللي يهرش له؟ يبقى نقف بقى بالدورات بقى، كل واحد ياخد دور تاني يهرش. رشيل يا بيت. يا لميزو مالك يالا؟ ايه بتهرش كده ليه؟ انت ما استحمتش بقالك قد ايه؟ لسه مستحمي من شهر، بس كل شهر بستحم، عمري ما حصل لي كده ابدا. طب ابعد 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 ابعد، احسن يكون اللي عندك ده حاجه معديه ولا حاجه. ابوس ايدك يا استاذ زول، ارحمني ارحمني. اهرش لي في ظهري، اهرش لي في ظهري، وانا مش عايز مرتب الشهر ده ابدا. وريني وريني وريني. يا ماشي تعالى كده. ايوه ايوه، خش يمين خش يمين خش شمال خش شمال خش بقى من النص، خش من النص على طول. منك لعادل يا سعيد، يا سعيد برضو. ايه حلة البصارة اللي دخلت علينا دي؟ مالك يا معلم تيتي في كرشك ده؟ التركيبة الباب اللي انت عملتها، كل اللي يحط منها يقعد يتهرش كده. ايوه انا كده عرفت السبب، منك لله يا استاذ دولان. وانا مالي يعني؟ يعني تقصد ان التركيبة اللي انا عاملها هي اللي بتخليكوا تهرشوا كده يعني ولا ايه؟ طب والعريس والعروسة عملوا ايه؟ كانت كود المعازيم كلها بتهرش في ظهره، وزمانهم جايبين بعض وجايين لك على هو ده الراجل اللي بوظ لي فرحي وجاب لي تسلخات من كتر العرش. خدوا حقي وحقكم منه. اصبر بس يا استاذ كتكوت، يعني انا ما كانش اصبر. وبعد ما تضربوه هتقولي بقى رش انا بالتركيبه بتاعته دي؟ لا اضربوا زي ما انتوا عايزين، بس بلاش رشه بريئه، بلاش. اديها رشه بريئه، الجسم يبقى حريقه. اديها رشه بريئه، الجسم يبقى حريقه. اديها رشه بريئه، الجسم يبقى حريقه. طب شم كده يا معلم من غير ما شم. انت فهمت قصدي؟ اهم حاجه في التوليفه واغلى حاجه فيه هو ده اللي احنا جايين عنه.